أكد صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على دعم وتبني المبادرات التي تروج للمنتجات الوطنية وتسوقها، وتسند خطط الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية. وحث سموه القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تطوير الصناعات الوطنية وإحياء الصناعات التقليدية البحرينية والغذائية المرتبطة بتراث وتاريخ البحرين، منوها سموه بأن الرهان رابح على قدرة المنتجات الوطنية في المنافسة محليا وعالميا، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وما تهيئه من مناخ استثماري. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تطوير وتنمية الصناعات الوطنية، خاصة تلك التي تستند على المنتجات المتوفرة محليا بما يدعم ويعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي، حيث أكد سموه على ما يزخر به التاريخ الوطني من موروثات تعكس الهوية الوطنية وينبغي الحفاظ عليها وضمان انتقالها للأجيال المتعاقبة.